فينسنت ملحم هو من المراكز المهمة التابعة لجامعة بيت لحم. يدير المركز الأستاذ الدكتور معين هلون المتخصص في اللغات السامية. يعد المركز نقطة مهمة من نقاط الوصل بين الجامعة وكل بقاع العالم، فهو من أقدم المراكز التعليمية في فلسطين، حيث يستقبل المركز الطلبة من أقطار العالم أجمع، وخاصة أنه يقع في مدينة مقدسة، مدينة بيت لحم، مدينة الميلاد والسلام، حيث يحظى الطلبة الأجانب بفرصة تعلم اللغة العربية في جو هادئ وآمن على أيدي أساتذة متخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. يدرس الطلبة في المركز العديد من المناهج الخاصة بتعليم الأجانب، وهي من تأليف الأستاذ الدكتور معين، حيث بنيت المناهج بطريقة بسيطة ومتسلسلة حسب مستويات عدة تبدأ من المستوى الأول وتنتهي بالرابع في مجالين: العربية الفصحى لغة الصحافة والإعلام، والعامية لغة الحديث اليومي للفلسطينيين. أنا بحب أدرس في بيت لحم عشان هي مدينة حلوة كتير وناسها لطفة كتير. المدينة هادية، الناس في بيت لحم هم مسلمين ومسيحيين عايشين مع بعض في السلام. بيت لحم مشهورة طبعاً عشان انولد يسوع المسيح، وعشان هيك في آثار كتيرة مسيحية في المدينة موجودة، يعني كنيسة المهد مثلاً، في كمان في سوق قديم في المدينة، في مطاعم كتيرة، في محلات ثقافية. فكل يوم أنا بستخدم اللغة العربية العامية في كل حال محلات، وهم صبورين الحمد لله. في صفوف العربي بتعلم اللغة العامية اللي بتكلموها الفلسطينيين في حياتهم، في سوق، في شركات، في محلات. درسنا كتب كتيرة خاصة بجامعة بيت لحم، وهي لتعليم اللغة العربية للأجانب. هذه الكتب مقسمة لأربع مستويات للغة الفصحى وأربع مستويات للغة العامية، وفي كمان مواجهة. الدورة بصيحنا نستخدم الكلمات العربية ونعرف قواعد، وأنا مبسوطة كتير لأنه بتعلم عربي في جامعة بيت لحم. أدرس اللغة العربية في جامعة بيت لحم، وبعد هذا الدورة أنا أفهم أفضل من قبل ما يتحدث به الناس في الشوارع أو في التلفزيون في الأخبار. والفصحى أساس جيد في تعلم العربية العامية من بلدان العربية المختلفة. وفي المستقبل أريد أن أعمل في منظمة عالمية، وبعد هذا الدورة أنا أقرب إلى هذا الهدف. لما جيت لهون فكنت بدي أدرس العامية ولا الفصحى، وبعدين قررت بدي أدرس العامية عشان في كتير ناس من الشرق الأوسط وكمان كتير عربين في العالم. قبل جيت لهون اشتغلت شوي مع اللاجئين وحبيت الشغل كتير، ولما ارجع لنمسا بدي اشتغل مع اللاجئين مرة ثانية بس بدي افهم اللغة اكثر. الناس لطفة كتير، يعني اكل زاكي، ويعني الطبيعة، يعني النيتشر حلوة كمان. أنا أدرس اللغة الصحافة العربية في جامعة بيت لحم، مدينة بيت لحم هي جميلة جدا، وكمان فيها السوق والمكان السياحيتها وكثير من الناس، هي أقرب من مدينة القدس والخليل. مركز برادر فينسنت ملحم التعليمي صرح علم وقداسة.